احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما جينا رتبنا الكروت حطينا برج القوس اخر كارت. ناس كتير زعلت وناس كتير اتخضت، انا بس حابه اطمنكم احنا عملنا الترتيبه من غير ما نتكلم عن مولود القوس. مولود القوس عنده حظوظ حلوه جدا جدا نص السنه الاولاني، يمكن احنا حطيناه في الاخر ليه؟ هي الابراج كلها يا جماعه قريبه من بعض، واحنا مش معنى ان احنا حطينا السرطان في الاول والقوس في الاخر ان في جاب كبيره، لا هو ما فيش جاب، هو في يا جماعه زي ما اللي بينجح الاول والاول مكرر والاول مش مكرر، فكل الابراج والله قريبه من بعض. القوس ما يزعلوش، عندهم حظوظ حلوه جدا جدا السنه دي، وخصوصا اول 4 شهور الحظوظ متضعفه او متكتله او موجوده في ال4 شهور الاولانيين. طيب الحظوظ على شكل ايه؟ انت عندك انا شايفه ان الناحيه المهنيه وناحيه الفلوس، المهنه والعمل والماليات حلوه جدا لمواليد القوس، لكن الكواكب ضغط عليكم بقى في سنه 2023 يا مواليد القوس على ايه؟ على العلاقات. خلوا بالكم من اختياركم لعلاقاتكم، من الناس اللي بتدخل في حياتكم، ففي اختبار لقوه علاقاتك. المواليد القوس اللي في حياتهم علاقه قويه وعلاقه حقيقيه وعلى اسس سليمه هتحارب وهتكمل وهتعافر، لكن الناس اللي مواليد القوس اللي كان اختيارهم غلط وهم كانوا عارفين ان اختياراتهم غلط تحت الظروف، اختاروا بشكل عشوائي او غير مدروس، هتطلع من حياتكم العلاقات دي، فعلا هتطلع من حياتكم لانها مش هتصمد كتير لضغوط الكواكب. الاختيارات السيئه هتطرد من الحياه من اول 16/5. انا شايفه ان هيبتدي بقى يكتشف القوس في حياته الناس اللي من 16/5. لكن 16/5. نص السنه الاولاني ده كويس بالنسبه لا نص السنه الاولاني انا شايفه ان علاقته باولاده هتتحسن، مولود القوس بفعل جوبيتر، ان ممكن فرص الخطوبه تزيد، جوبيتر كوكب الحظوظ الكبرى، ممكن في فرص ارتباط وزواج ورجوع علاقات للمطلقين اللي كانوا فقدوا الامل. احنا قلنا العلاقات القويه في الشغل طالما هو ما انا عايزه اقول لك العلاقات القويه هتصمد وترجع علاقات تاني في حياته، لكن العلاقات الضعيفه هتطلع. انا شايفه ان هو عنده مهنة، عنده مشاريع جديدة، من أكتر الأبراج اللي عندها ازدواجية، يعني شيء وعكسه في سنة 2023 هو القوس. أنت عندك حاجات حلوة جدا وعندك جداً. زحل، لأن زحل برضو أعيد لك إحنا بنتكلم إن موقع زحل طول ما هو في التالت اللي هو الدلو لغاية 7/3 هو بيدعمك، يبقى أنت عندك لغاية 7/3 دعم من زحل اللي في الدلو. أول ما زحل يوم 7/3 ينتقل للتور هيعمل مربع معاك. التربيع ده خلي بالك بأزوجك وأولادك والبيت ومشاكل عقود بيت وناس تشتري بيت وتلاقيه عراقي، هتبتدي كل ما يخص البيت الرابع ده هو العقر الدار. أي حد عنده شارع أو كده يوقف بقى الفترة. هنبتدي بقى نص السنة الثاني هنقابل، فانت انا عايزاهم تستفيدوا، استغلوا جدا جدا الفتره من اول السنه لغايه شهر 4 او 7/3. برضو انت عندك حظوظ من جوبيتر، استغلها، اشتغل بايدك واسنانك ما تربعش ايدك. كل حد مولود القوس هيستغل نص السنه الاولاني هيجني ثماره في نص السنه الثاني، اللي هيربع ايده مش هيشتغل مش هيلاقي حاجه ولا نص السنه الاولاني ولا نص السنه الثاني. انا شايفه ان مهنيا حلو جدا، لكن ممكن يحصل صدمات في العيله، ممكن يحصل انفصالات او طلاق بفعل زحل وفعل جوبيتر. سنة فيها شوية تمرد من مواليد القوس. المريخ داخل السنة يا قوس وهو بيعكسك. من يوم 13/1 هيبتدي يبقى معاك، هيديلك صحة وقوة وطاقة، فاحذر يعني من المريخ أول السنة. طب من 13/1 برج القوس عندهم أيام حلوة. بالظبط كده. أنا شايفة إن هو هيتحرر من بعض الضغوط اللي كانت عليه، بعض الديون هيسددها، بعض الضغوط المالية هيسددها، يعني شايفة إن في إيجابيات مالية. ممكن يتصدم أو يصطدم ببعض افراد العيله، ودي طبعا اللي مؤسف جدا، العيله عاده بيبقوا مترابطين، لكن القوس ممكن يلاقي في عيلته ناس بتتكلم عليه او ناس مش عاجباه تصرفاتهم او بينتقدوا اختياراته الغلط او بيحاربوه، فدي مش لطيفه بفعل زحل. طب ما هو طالما هم عرفوا من دلوقتي ما احنا بنقول عشان ياخدوا بالهم يعني. في مغامره او علاقه غير محسوبه رجال القوس ممكن يدخلوا فيها، اللي هي يقال عليها نزوه، ياخدوا بالهم جدا لان هي هتبقى تضيع وقت. دي رجال كل الابراج. لا القوس هو رجل القوس، هي العلاقه دي ممكن يتعلق بيها بس في الاخر هي هتتعبه، فبلاش يدخل فيها. او حتى سيده القوس يعني ممكن، مش هقول نزوه، بلاش السنه دي دخول علاقات جديده. لا غير علاقات جديده دي نزوه، يعني هو مش دي علاقه، دي على قد ما هي هتبقى نزوه. نزوه بالنسبه للست ممكن تبقى ضحيه لعبه، يعني الراجل هي نزوه، الست ما بتدخلش نزوات عاده يعني، لكن هي بتبقى ممكن حد يضحك عليها، قصدك تقول يعني حد هتكتشف ان هي ضحيه فبرضه
هي تاخد بالها ما تدرسه جدا يعني يا جماعه، بلاش علاقات عشوائيه. يعني لما يجي يتقدم لك حد او يبقى في حد بيعرض حب او حاجه، ما ينفعش تدخليه كده، ادرسيها كويس جدا، لان اعتقد ان العلاقات دي مش هتستمر في 2023، هتبقى بس وجع قلب. وجع قلب. فانا بننصح من دلوقتي ان في حياه القوس للرجاله في نزوات، وللستات في علاقات الايام الحلوه بقى في القوس والايام اللي مش حلوه. بقى في طبعا ايام حلوه كتير للقوس الحلوه في شهر 11. لا خلينا نقول الاول ايه، نخلي باله من صحته امتى؟ خلي بالك من صحتك يا قوس من 23/10 ل 22/11. 23/10 ل 22/11. وفي شهر مضغوط اللي هو من 23/5 ل 20/6، ده شهر الضغط. الضغط لان في خلافات مع الاحباء او الشراكات. شهر 11 بقى فيه تربيعين مش لطيفين يعني، فخلينا اقول من 10/11 مش حلو. من 10/11 من 10/11 لمده اسبوع. انا لسه قايلاهم. لا مين القوس؟ انا وانت نعرف. الابراج انا شايفه شهر 11، لان شهر 11 ده فيه تربيعين بالنسبه لك، اللي هو هيبقى ساعتها مواليد العقرب بيحتفلوا بعيد ميلادهم. بالنسبه للقوس زحل بالحوت هيبقى عامل مربع مع عطارد اللي في برجه يعني، وكمان في زحل هيعمل مربع مع الشمس من 22 لغايه 26/11. دول تاريخين مش لطاف. الحلو بقى عندك من 23/7 ل 23/8 في حب وطمانينه وارتباط، وعندنا شهر حلو تاني. حلو يعني برج السرطان وشهم حلو على طول. الحلو من 23/7 ل 23/8 حلو، وفي حلو من 13/1 لغايه 19/2 ده حلو جدا، وشايفه ان من 26/11 لاخر السنه حلو قوي. انا شايفه بالنسبه لكم يا مواليد القوس العمل والمهنه والماليات حلوه قوي قوي، خلوا بالكم بس من علاقاتكم.